يقول ماذا عن شتم الصحابة؟ نعم، شتم الصحابة رضوان الله عليهم. شتم الصحابة ذكره العلماء، يعني طبعا شتم الصحابة من كبائر الإثم، وأنا ذكرت هذا في كتابي قواعد في الحوار والتقريب بين المذاهب، مبادئ في الحوار والتقريب بينه، وذكرت مبادئ يعني 10 في هذه، ومنها اجتناب سب الصحابة. هذا أمر هو من أخطر الأشياء التي بيننا وبين الشيعة، مسألة سب الصحابة، لأن الصحابة هم خط الدفاع الأول، هم الذين حفظوا لنا القرآن ورووا لنا السنن، وهم الذين فتحوا الفتوح، من الذي نشر الإسلام في أنحاء العالم؟ هم الصحابة، هم خير القرون التي جاءت فيهم الأحاديث، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، هم الذين ذكرهم القرآن، يعني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني حتى الذين اتبعوهم، فما بالك بهم هم. ولذلك كان سب الصحابة من أخطر الأشياء. سب الصحابة فضيلتكم يعني هل يوجب الكفر، هل يوجب التفسيق أم ماذا؟ إذا يعني لم يكن له تأويل، ما يعني تأويل ما، فهو كافر. اللي ما كان له تأويل، هذا حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من العلماء لا يكفرون به. إذا كان وإلا حنكفر الفئة كلها، ولكن بعض الصحابة يعني إذا كان مثلا أقول لك الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام. أو بعض الناس يعني يتهم عائشة بعد أن برأها القرآن ونزلت فيها الآيات البينات في سورة النور، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. من يقول هذا يعني لا شك في كفر. فضيلة الدكتور، في العراق سمعنا وقرأنا الكثير من الناس يكفرون من يتعامل مع الاحتلال، من يهادن الاحتلال، وربما ذهبوا إلى تكفير المذاهب الأخرى، فما هو الحكم في ذلك؟ لا، من يهادن الاحتلال أيضا، ما الدافع إلى هذا هذا الاحتلال؟ يعني هل هو ضعف، هل هو المهادنة، ولا هل هو يعني يؤيده لكفره، يؤيده لما يحمل من مفاهيم ومضامين؟ هذا يعني طبعا حسب الضعف. بعض الناس يعني ضعفاء للأسف، أو يسيرون في ركاب البتاع، هؤلاء بيعتبروا مثل مرتكبي الكبائر يعني بصفة عامة، ولكن إذا كان هذا معه موالاة حقيقية، يوالي هؤلاء، يتخذهم أولياء له من دون المؤمنين، فهذا هو الذي جاء في قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. في هذه الحالة إنه يقف مع الكفار المعادين للمسلمين ضد إخوانه المؤمنين، فهو منهم في هذه الحالة. ولذلك في كثير من تاريخنا المعاصر نجد العلماء في تونس حينما كان هناك الاستعمار الفرنسي، وكان التونسيون يقاومون الاستعمار، في بعض الناس سعى إلى طلب الجنسية الفرنسية، فأصدر علماء تونس فتوى بتكفير من يحمل أو من يطلب الجنسية الفرنسية، لأنه اعتبروا طلب الجنسية الفرنسية في هذا الوقت معاداة للأمة ومقاومة، فقاوموه بمثله. فأحيانا أيضا يقتضي الأمر من العلماء حينما يجدون خطر، خصوصا حينما تكون موجة جماعية، أن يقفوا ضدها ويحكموا بكفر أصحابها إذا ظهر عليهم الولاء أو الموالاة الحقيقية للكافر المعادي لأمة الإسلام. فضيلة الشيخ الدكتور، يعني ما المعتقدات التي تعتبر كفرا وقد تورط ربما بها عدد كبير من الفرق العقائدية؟ هناك أشياء يعني أساسية ذكرنا قلنا منها، إذا اعتقاد إن القرآن مثلا محرف، إن أنكر
شيء من القرآن الكريم، لو أنكر سورة الإخلاص أو سورة الكوثر أو آية حتى من القرآن الكريم، هذا يخرجه من أو أنكر معلومة من الدين بالضرورة، أنكر أي معلوم من الدين بالضرورة في العقيدة أو في الشريعة، يعني فيما يتعلق بالعقائد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما يتعلق بالشرائع، بالمحرمات، وصول المحرمات، بالكبائر الموبقات، بالأحكام الشرعية القطعية، في أحكام شرعية قطعية في العبادات والمعاملات والحدود والقصاص والزواج والنكاح والطلاق، في أحكام قطعية، إذا أنكر أي معلوم من هذا خارج الإسلام، هذا ما يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة. ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، يعرفه الخواص والعوام. هل يحتاج الإنسان إلى أن يقيم الدليل على فرضية الصلاة، هذا معلوم، أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو حرمة القتل أو الزنا أو شرب الخمر؟ دي معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. أو إن الإسلام شرع الزواج وشرع الطلاق وشرع تعدد الزوجات وشرع، هذه أشياء معلومة من الدين. فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة يحكم عليه بالكفر، قال العلماء الإمام النووي وغيره، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام. حديث عهد بالإسلام يعني لسه ما رسخش عنده الأشياء اللي يحتاج إلى وقت حتى يعرف إيه هو المعلوم من الدين بالضرورة، أو كان يعيش ببادية بعيد عن أمصار المسلمين وعن دور العلم وعن كذا، هذا بيعطوا العلماء لونا من العذر حتى يعطى مهلة للتفقه في الدين والوصول إلى العلم والمعرفة من أهله. فيما يخص المكفرين الغلاة، هل غلوهم في التكفير يبيح أن نكفرهم أو أن نستحل دماءهم؟ لا ينبغي أننا نعالج الخطأ بخطأ مثل كن هم ارتكبوا التكفير، لا ينبغي نحن أن نكفرهم، لأنهم يعني ربما كان لهم يعني كانوا مخطئين مجتهدين أخطأوا في تكفير الناس، فلا ينبغي أن نحكم عليهم بالكفر. الأصل أننا لا نحكم بالكفر إلا إذا كان عندنا يعني كما جاء في الحديث لأن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا هو الذي نحكم بكفره.